بسم الله الرحمن الرحيم. مهنتنا في الصحافة لما تكتب خبر الصحفي أي زميل، ومهنتنا الصحافة تكتب الخبر كمحرر، فوق منك رئيس قسم، بعد رئيس القسم يعني الخبر عشان يوصل للقارئ هقول لكم مراحله، نبقى عارفين كم مرحلة الخبر الواحد. في رئيس قسم لازم يشوف الخبر ويراجعه، يبعته بعد كده للديسك المركزي اللي هو المراجعة الرئيسية، مسؤول في الديسك لازم يقرأ الخبر ويراجعه، يتبعت بعد كده للتصحيح يتراجع، ثم بعد كده يروح للجهاز اللي هيجمع الشغل ده، كمبيوتر او انت هتجمعه بنفسك او كده ايا كان يعني آلية العمل، ثم بعد ذلك يتم توضيب الصفحات جورنال يعني الصفحة الاولى الثانية الثالثة الى اخر ذلك مع سكرتارية التحرير، المكان بتاع الخبر ده فين، ده يبقى مانشيت او ده يمين او شمال او في القلب او مش هوجع دماغكم بالتفاصيل وتحرير الخبر ازاي لحد الجورنال، ثم بيكون في مراجعة في الاخر الصفحات قبل ما تروح للمطبعة، مسؤول الطبعة اللي هو ينوب عن رئيس تحرير او المفترض ان رئيس تحرير بيشوف الصفحة الاولى مثلا لو كان صفحة اولى لازم يبقى شايفها، او من ينوب عن رئيس التحرير، وبعد كده الشغل بيروح فين كله في الاخر المطبعة، يطبع الجورنال ويتوزع للناس. كم مرحلة حضرتك؟ كم مسؤول عشان خبر تقرأه في الجورنال الصبح أو بالليل؟ على الأقل على الأقل 10 مش واحد، من محرر إلى آخر واحد بيشوف العنوان الجورنال أو بيشوف الصفحات مسؤول الديسك المركزي، ده آخر واحد آخر عين. يبقى في عدة مراحل تصل لي من واحد إلى لتمن أو عشر أفراد على الأقل لازم يشوفوا الخبر الواحد. مفيش محرر صحفي يكتب خبر للمطبعة للقارئ، عمرنا ما نشوف الموضوع ده، عمرها ما حصلت. وبالتالي حضرتك اللي حصل في مصر اليوم النهاردة هو أمر مؤسف وأمر لا يليق أبدا، مش المصر اليوم بأي جورنال إنه هذا الكلام الفارغ اللي نشر النهاردة واللي عامل أزمة بمعنى كلمة الأزمة. مش تقول لي اعتذار، مسألة مش اعتذار، المسألة أكبر من اعتذار، المسألة مش إنك تقوم باتخاذ إجراء ضد محرر. طب مين اللي فوق المحرر ومين اللي بعد المحرر ومين المسؤول عن المحرر ومين المسؤول في السكرتارية ومين اللي راجع ومين اللي مشى ومين اللي ادى موافقة على الصفحة دي تمشي بهذا الخبر الكارثي؟ مين تاني؟ وانا بطلب المصر اليوم وبطالب مسؤول المصر اليوم بمنتهى الشجاعة انه خبر زي كده ما يمرش مرور الكرام، والمجلس الاعلى للاعلام ما يمرش مرور الكرام، اصل ده مش خبر يعدي وخلاص، هذه جريمة في مهنة الصحافة، هذه جريمة في حق كل مواطن مصري، مش جريمة لإخواتنا في مصر، لأ، ده تسيء لي أنا قبل أن تسيء لأي مواطن مصري مسيح، وأنا ما بحبش أقول الحكاية دي، مواطن مصري. إن أنت بتستخدم هذه اللغة في جورنال وكمان على الموقع والجورنال ويتحذف من هنا، طيب أنت سكت ليه طوال الساعات اللي طلع فيها الجورنال؟ إلا لما الناس قامت. الناس قامت والناس كان عندها حق إنها تقوم. كل واحد كان لازم يتحرك وكل واحد كان لازم يعبر عن رأيه ويتكلم ويطالب بالمحاسبة اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة. انت بتتكلم النهاردة بلغة ليست لغة صحافة، عمرنا بنشوف الكلام ده أبدا يكتب بهذه الطريقة. انا هنا لا هتكلم على مين ولا غير ولا، انا بتكلم على المهنة، بتكلم على صناعة الصحافة، صناعة الخبر الصحفي يتعمل ازاي. يروح هو انا دار الافتاء قفلت في مصر؟ هو الازهر الشريف قفل في مصر؟ هو وزاره الاوقاف قفلت في مصر؟ اذا دول قفلوا اروح لسوريا ودول ما قفلوش 1000 سنه ويفضلوا موجودين ان شاء الله. وبعدين رايح اخد راي واحد داعشي، ده محمد ده اللي راحوا له ده اسمه محمد صالح منجد، ده داعشي، ده تكفيري، ده ارهابي.
ده قصف فلسطين سوريا وقعت في المملكة العربية السعودية، وطلع أفكار ويطلع فتاوى داعشية بياخدوها بتوع داعش بيلجأوا له يسألوه، بروح لده باخد فتوى من ده عشان أسأله بتاع التنظيمات بتاعة جبهة النصرة، بيدعم الحوثيين ميليشيات الحوثية، بيدعم أي ميليشيات في العالم، بيدعم الإخوان، أجي أحط عنوان كده إنه قال إزاي؟ إزاي؟ إزاي أنا أقبلها؟ إزاي لما شفت الخبر؟ ولازم كمان هنا السؤال، وهنا المجلس الأعلى للإعلام ده دوره، لازم من بداية الخبر، الخبر ده اتعمل إزاي؟ المحرر، مين بعد المحرر؟ مين طب اللي راجع؟ مين مين مين؟ لازم توصل للموضوع، مش واحد، الموضوع مش واحد، أنا هنا بتكلم عشان موضوع ما ينفعش إن أنا أقول يا جماعة خلاص، لا ده الموضوع مش خلاص والله. أنا بتكلم على شركاء في بلدي، بنتكلم على إخوة في بلدي، بتكلم على كل المواطنة وحق المواطنة في بلدي، وأجي أتكلم أخرج بهذا الخبر اللي هو عار على اللي كتب واللي راجع واللي شاف واللي أمر واللي وافق على، وأنا بقول ده دور مجلس أعلى الإعلام ودور نقابة الصحفيين، والنقابة كمان لازم تتحرك، مش المجلس الأعلى بس، لازم يبقى فيه هنا إجراء. موضوع يا جماعة ما تاخدوش موضوع بسيط، موضوع مش بسيط، ومحدش يبسط هذه القضية، هي قضية بتاعتنا كلنا مش بتاعت المجلس الأعلى، المجلس الأعلى باعتباري الجهة المعنية بالمحاسبة، ونقابة الصحفيين أيضا مدعوة للمحاسبة كمان. أنا تواصلت مع أستاذ عبد اللطيف المناوي عشان يعمل معانا مداخلة، اعتذر في التوقيت ده اللي احنا طالعين هوا، قال لي معلش مش هبقى موجود، واحنا عملنا اعتذار واوقفنا المحرر. اتصلنا بالدكتور عبد المنعم سعيد ايضا رئيس مجلس اداره مصر اليوم ايضا، تاني بقول واتصلت وبعت رساله استاذ كرم جبري كمان، لانه كان لازم يبقى في حد بيتكلم او حد بيقول، ولكن اذا ما حدش بيتكلم فاحنا بنتكلم، ولنا حق ندافع عن الناس وندافع عن مصر وندافع عن عموم الشعب المصري، وده دورنا، ونطالب بالحساب بمعنى كلمة الحساب. هذا أمر ما ينفعش أبدا إنه يتسكت عليه تحت أي ظرف، ويكون فيه إجراءات محاسبة. ما بتكلمش على شخص، أنا بتكلم على والأستاذ كرم صحفي ورئيس مجلس إدارة وكاتب صحفي قبل أن يكون رئيس مجلس أعلى الإعلام، عارف الخبر من ساعة ما يتكتب لحد ما يتعمل الجورنال ويطلع للقارئ، فالمرحلة دي كلها هذه الحلقة بالكامل لازم تتشاف، والا لو كان الخبر انه صحفي يكتب خبر يروح للقارئ من غير حد يراجع يبقى امر ملوش علاقه بالصحافه اللي احنا درسناها وتعلمناها وبنشتغلها بقالنا اكتر من 30 سنه من 83 لحد النهارده، بنشتغل المهنه دي ما عندناش غيرها، هي دي المهنه بتاعتنا اللي عايشين عليها واللي يعني ما وراناش غيرها، فاذا لازم نبقى عارفين الحكايه حتى لا يتكرر هذا الامر في اي مكان اخر، يكون اجراء واضح. تاني بقول عشان ما نديش فرصه لاي حد كمان في اي مرحله محتاجه الجميع مع بعض، ندافع عن كل واحد واللي يخطئ يحاسب، بس ده شرع ربنا، هناك خطا هناك جريمه وليس خطا، هذه هي جريمه، لو انت مش هتقول عليها جريمه في مهنة صحافه امتى تقول لي جريمه؟ مش عايز اذكركم بحاجات كانت قبل كده عايشينها وحضرناها واشتغلنا عليها وحصل ايه واجراءات اتخذت ازاي، مش عايز اقول لحضراتكم وصلت لفين، ولا يليق ابدا انه الكلام ده يتكرر او يحصل. وبعدين الناس بتحاسب مين يا سيدي؟ في الخالق، خالق الكون، رب العباد، هو اللي بيحاسب، مفيش بشر بيحاسبه حد، مفيش بشر بتحاسبه انت صايم ولا فاطر، مش دورك ومش دور حد، رب العباد هو اللي بيحاسب كل واحد، فالمجلس الأعلى عليه مسؤولية، نقابة الصحفيين عليها مسؤولية وعليها دور كمان مهم، كان لازم يبقى في بيان النهارده من نقابة الصحفيين،
نقيب ضياء رشوان والمجلس كان لازم يطلعوا بيان النهارده، كان لازم، وانا بقول كان لازم يطلعوا بيان. المجلس الاعلى الاعلام اتحرك وطلع بيان وعمل استدعاء المستشار القانوني للجريده، لان ده دور المجلس، المجلس مالوش علاقه بالصحفيين، الصحفيين مسؤوليه نقابه الصحفيين. لكن الدور الخاص بالجورنال والجورنال ومسؤوليه مجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، لكن النقابه مسؤول عن الصحفيين، مسؤول عن الحكايه اللي حصلت دي بالظبط، نقابه الصحفيين مش مع المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام. لازم يبقى في هذا التحرك. المجلس مصر يوم طلعت بيان اعتذار النهارده، وشايف طبعا رفض كامل لهذا البيان. يعني حتى لما تشوف الناس كله يقول لك ايه الاعتذار اللي طلعوه لمصر اليوم النهارده؟ اعتذار عن وانه الاعتراف بالخطا فضيله، والمؤسسه مصر اليوم ومدينه لقرائها باعتذار واضح وصريح لما تم نشره حول فتوى شاذه، وهي الفتوى التي نقلها احد المحررين بالمصر اليوم، والتفاصيل اللي حضراتكم شايفين كده، وبعد كده تفاصيل الاعتذار اللي عملته المصر اليوم النهارده، ولكن كمان خدوا اجراء اخر، عملوا تحقيقات. ولكن انا بطالب المصر اليوم المساله يا جماعه، انتوا لو الموضوع مش ان بتكلم على محرر، انت بتكلم على الخبر، صناعه الخبر. الخبر طلع ازاي؟ الخبر وصل للناس ازاي؟ لازم تتكلم على ده، لازم تطلع بيان تاني وتالت وعاشر وتكون واضح. الموضوع مش هزار، ما تاخدوش الموضوع بسيط، الموضوع مش بسيط، ما حدش يبسط فيكم الموضوع. لما تقولي محرر، من هو بعد المحرر؟ هل المحرر ده لوحده؟ يعني بيكتب قاعد على الكمبيوتر يكتب الخبر، يلا خبر يمشي روح للصفحة محددة، يلا يطبع، يلا يروح للقارئ؟ هل ده الشغلانة عندكم كده؟ أنا عارف إنها مش كده، أنا عارف إنها مش كده. إنه في زي ما قلت كده حلقة، عدة حلقات لحد رئيس تحرير. رئيس تحرير ما بيشوفش كل حاجة، عشان ما نبقاش يعني ما بيشوفش كل حاجة. فيش رئيس تحرير بيقعد يبص في كل خبر. هو عنده رؤساء أقسام، وعنده مديرين تحرير، وعنده مسؤول طبعة. كل دول زي ما بقول كده. رئيس تحرير معني امتى؟ في حاجات معينه، في اخبار معينه بيبقى مسؤول عنها رئيس تحرير، لازم يشوفها وما تمشيش بغيره. منشطه الجورنان، الصفحه الاولى بتاعت الجورنان، لازم دي مسؤوليه رئيس تحرير بدرجه اساسيه. حتى لو عنده مدير تحرير بس هو لا رقم واحد اللي يحدد منشطه الجورنان والموضوعات الرئيسيه في الجورنان في الصفحه الاولى. باقي الموضوعات عنده مسؤولين، كل مسؤول، كل صفحه لها مسؤول، وكل قسم له مسؤول. هم دول مين؟ هم دول مين؟ صاحب مين المعني عن هذا القسم؟ مين اللي مشى؟ ومدير التحرير اللي موجود كمان، والسكرتارية التحرير مين؟ كل ده ما انت لازم تقول لي الراي العام، مش تقول لي انا، ما انا جزء من الراي العام. هو انا مش انزعجت؟ وكلنا انزعجنا، واحنا النهارده طول النهار ناس وراها ايه؟ وراها الموضوع ده، ما عندهاش غير الموضوع ده بالمناسبه، الشعب المصري كله. وده يبين لحضراتكم قد ايه الشعب المصري العظيم. شعب النهارده وانا بقول اهو انتفض بمعنى الكلمه. كل واحد ياخدها زي ما بقولها كده بالضبط. لانه الشعب لا يقبل هذا الامر. الشعب ما يحبش الكلام ده ابدا، بيرفض هذا الكلام ويرفض هذه الامور بمنتهى الدقه. والناس هي اللي عملت الحمله الصبح النهارده، وبناء عليها تحركت المصري اليوم وعملت الاعتذار. يعني المصري اليوم لو كانت، وانا بقول اهو قد يكون البعض، الله اعلم عشان لا اتهم، قد يكون البعض قال لك موضوع ممكن يعدي. لو المصر اليوم كانت من بدري هي السباقه في الاعتذار، وانا بقول اهو، كان يبقى فيه هنا علامه واضحه ان انت اكتشفت وانت اعتذرت وتطلب تلم الجورنان من السوق. يعني لو عملت الخطوه ديت ده عندي على طول، ده في جريمه حصلت، الحقوا، لم الجورنال وتعمل كده وتقول ان انا لميت الاعداد من السوق، تبقى هنا تحركت بمنتهى القوه الشفافيه. محدش هنا كان يقدر، لانك انتبهت، لكن لانك لم تنتبه ولم تتحرك الا بعد انتفاضه الراي العام، فقررت انك تقوم باعتذار، وهو اعتذار كان متاخرا للغايه. وانا بقول للاسف كان متاخرا للغايه. طيب المتاخر للغايه ده عشان قدام الراي العام
لازم وعندك بيان آخر وواضح ومدقق بما جرى. لا تنتظر المجلس الأعلى للإعلام، ده من عندكم، ما انتوا عملتوا تحقيقات المفروض. طيب قولوا التحقيقات حصل فيها ايه واسم المحرر. هو انت بتخبي اسم محرر ليه؟ اسم كاتب الخبر ليه؟ او المسؤول ليه؟ ما تقول فلان الفلاني عمل 1 2 4. هو انت هتحمي واحد على حساب جموع الشعب المصري؟ لا. وده امر، انه خلي بال حضراتكم، ده امر لابد من اجراء اكثر واكبر مما تم. النقابه، وانا بقول نقيب ضياء رشوان، لازم تشوفوا اللي كاتب الخبر ده عضو نقابه ولا مش عضو اصلا. اذا عضو نقابه لازم تستدعيه النقابه، ولازم النقابه تفتح تحقيق. والنقابه ليه لحد دلوقتي الصمت من النقابه؟ كان لازم النقابه تتحرك او طلعوا بيان واحنا ما شفناهوش. يعني لو طلعوا بيان النقابه لازم يبعتهولي، لو كانوا طلعوا بيان. لكن لحد ما دخلت هوا ما شفتش بيان نقابه صحفيين، كنت اتمنى اجد هذا البيان. لكن لقيت المجلس الاعلى للاعلام قبل الافطار تحرك المجلس الاعلى وطلعوا بيان باستدعاء وتحقيق وفتح تحقيقات. لكن كمان النقابه، لانه يشوف كمان الصحفي ده هل عضو نقابه ولا مش عضو نقابه؟ تحت التمرين ولا متعاون معاهم ولا مشتغلين ولا ايه؟ يتشاف. مش عضو نقابه يبقى في اجراء اخر. لانه مش عضو نقابه، النقابه ما تقدرش تاخد ضده حاجه، لكن لو عضو نقابه النقابه تتحرك وتاخد اجراءات. فده مهم ان احنا المصريون كمان. عبد اللطيف المناوي بعت لي بيان الخاص بالتحقيق، لو عندنا العنوان كمان، لان احنا الموضوع بالنسبه لنا لازم الامور تبقى واضحه. خدوا اجراءات وقال لك ان احنا خدنا اجراء وحققنا واوقفنا احد او الزميل المسؤول او المسؤول عن هذا الامر، ايقاف المسؤول عن نشر الفتوى المثيره للجدل ده طبقا للمصري اليوم والاجراء اللي اخدوه. ولكن بقول ده للمصري اليوم تاني، مهم ان انتوا يبقى عندكم توضحوا للراي العام التفاصيل الاكثر في هذا الموضوع اللي هو واخد يعني زخم كبير جدا. وهذه الامور ما ينفعش ابدا نسيبها على الاطلاق. ويا جماعه اي امور خاصه بهذا الامر، عندنا الازهر الشريف، عندنا دار الافتاء، عندنا وزاره الاوقاف. اي شيء بنلجا للفتوى، دار الفتوى، دار الافتاء، او نتكلم على الازهر، هيئه كبار العلماء عندنا. ده احنا عندنا ده العالم يا جماعه، العالم لما عايز حاجه يجي لمين؟ لمصر. الازهر، هيئه كبار العلماء، فضيل الدكتور احمد عمر هاشم، دكتور علي جمعه، فضيل الدكتور علي جمعه، الامام، فضيله الامام الدكتور احمد الطيب، فضيل الدكتور شوقي علام. انت عايز مين؟ عندك كل العلماء دول. واروح اتكلم على واحد سوري تكفيري داعشي ارهابي عشان اساله؟ ايه السؤال اللي بتساله له؟ اشمعنى دلوقتي يعني بتسال السؤال ده؟ وعشان ايه بتسال السؤال ده؟ ده موضوع بقاله سنوات، حاجه قديمه بقالها سنوات، اجيبها النهارده ليه؟ عشان ايه؟ هزود التوزيع عندي؟ بناقص يا سيدي، هتعمل لك ايه يعني؟ وانا تاني بطالب لازم تحقيقات وللرأي العام. حصل 2 4 10، والمجلس الاعلى للاعلام يعمل تحقيقات ويطلع علينا بيان ما الذي جرى والاجراءات اللي تتاخد. لازم الامور تبقى واضحه للناس عشان نطمن كل المصريين على بلدهم. نروح ليه عشان وقتنا بيبقى طبعا في رمضان ساعه وعندنا احداث كثيره جدا. الكام يوم اللي فاتوا الاسعار كانت مثيره للقلق. اما تلاقي الطماطم ب20 جنيه يبقى عندك ازمه، لما تلاقي البصل معرفش ب10 12 15 جنيه يبقى عندك ازمه، لما تلاقي حاجات الاساسيه فاكهه وغيره اسعار زياده يبقى عندك مشكله. الدوله خلال الشهر اللي فات عملت
المعارض واهل رمضان وكلنا واحد، ووزاره الدفاع والخدمه الوطنيه والزراعه والتموين وحملات كتيره جدا عشان يعني تهدي الاسعار اللي كانت نار. واللي حصل ده كان ادى الى فتره هدوء شويه، وفجاه تقريبا زي كل رمضان تجد مثلا الطماطم مفيش بيت بيستغنى عن الطماطم. يعني تيجي يقول لك طماطم، هو في حاجه بتتعمل من غير طماطم؟ يعني اللي عايز يفطر في رمضان ده وعايز يتسحر او عايز يفطر حتى ومتصايق هو حر، عايز يعمل ايه؟ ايه بديل الطماطم؟ هل في بديل للطماطم؟ مفيش بديل للطماطم، كل حاجه اتعمل لها بدائل الا الطماطم، سبحان الله. وحتى الصلصه ما بتنفعش، ناس تحب الطماطم هي في الخضار، السلطه، في حاجه تعمل لسلطه من غير طماطم؟ حاجه عجيبه يعني، ما ينفعش. وبالتالي هيطلع يقول لك اصل رمضان، ما هو هو رمضان ده بيجي لنا كل سنه، ودي معلنه نعمه كل سنه يا رب، يا رب بامن وسلام كده باذن الله تعالى. فايه بقى؟ يوصل 20 جنيه سعر الطماطم، كيلو 20 جنيه. وعمل طبعا الناس ايه؟ ضايقت، واسعار ومش لاقيين واسعار غاليه، طبعا غالي. طماطم ب 20 جنيه، ده بتبقى ب 2 جنيه ونص وجنيه ونص و3 جنيه، وناس تقول لك الطماطم غليت، لما توصل 5 جنيه يقول لك شوف المجنونه عملت ايه؟ و8 جنيه، الله الطماطم، وال10 جنيه، ما بالك لما وصلت 20 جنيه بقت ايه؟ مجنونه؟ ده جنان لم يحدث من قبل، انك توصل بسعر كيلو الطماطم ب 20 جنيه، فطبعا عمل ازمه كبيره للناس خلال الفترة الأخيرة أو خلال الأيام الماضية. وزارة التموين النهاردة، وعايز أقول لحضراتكم، عايز أقول لحضراتكم على حاجة، خلينا نبقى صرحاء. إحنا أيام الأزمات والأسعار، وأنا كنت كل يوم بالليل بعمل جولة في المحافظات، وبنعمل جولة في الأسواق وجولة في المعارض وغيره، ونسأل السادة المحافظين، الرقابة 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 مع التموين وكل السادة المحافظين والجهات كله ومباحث التموين كل الجهات المعنية وحماية المستهلك وغيره، الرقابة يا جماعة. طول ما فيش رقابة اطمئن انه المواطن يتعرض لدفع فلوس مش من حق التاجر ياخدها. هل عندك مشكلة ان التاجر يكسب؟ لا، قلناها بدل المرة 700 مليون مرة، يكسب بس يكسب بكام؟ 10% ولا 20 ولا 30 ولا 2 ولا 3 ولا 1، يبقى ربنا راضيه كده ومرضي وظريف ولطيف، ولا 10 ولا 30، انهي مكسب؟ هو حد قال للتاجر ما تكسبش؟ مفيش تاجر ما بيكسبش، ومفيش حد يقدر يطلع على هيقول لك لا 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 بيع واخسر، محدش هيعملها اصلا. هي اسمها ايه التجاره؟ تجاره شطاره، بس اي شطاره؟ اتاجر بالناس ولا يعني العدل ان انا هكسب بس شويه صغيرين، مش وخاصه في الظروف اللي احنا فيها. فطول حضرتك لا تتولى عمليه الرقابه الكامله، وانك لازم تبقى موجود وفي الشارع وبتشوف الناس وبتسال والجهات بتاعتك اللي عندك وكل مساله، يا جماعه الشارع هو الحكم، الأسواق هي الحكم، الوجود بين الناس هو الحكم، ده اللي هيؤدي إلى السيطرة على الأسعار. إنما ممكن تسيطر على مكان وأماكن أخرى شغالة، في الآخر مين بيدفع الثمن؟ المواطن. طب أنت مش عايز المواطن يبقى عنده مشكلة كبيرة؟ الأسعار في العالم كله لكن أنا كمان، ما أنا في حاجات، ما الطماطم هو أنا بستوردها؟ بستورد الطماطم؟ بستورد فلفل؟ بستورد بتنجان خيار؟ بستورده؟ ده احنا بلد زراعية. ممكن يقول لك الاستهلاك في رمضان، ايه الاستهلاك في رمضان؟ بيزيد، بيزيد، ما بقولش ما بيزيدش، لكن ما توصلش للطماطم. فوزارة الزراعة النهاردة مشكورة، سيادة الوزير السيد القصير بشكره، عمل النهاردة مبادرة استمرارا يعني مبادرات السيد الرئيس، نزلوا النهاردة ايه؟ كميات كبيرة جدا في مختلف المحافظات، الطماطم بعشرة جنيه. عايز اقول لكم الطماطم دي نزلت اتشالت، الطماطم دي لما نزلت النهاردة اتشالت،
الكميات اللي قدامكم دي اتشالت. خلي بالك انواع اولا متميزه جدا قدام، متميزه جدا، وبعشرة جنيه اللي هو انت بتضرب السوق اللي بعشرين بقى عندي بعشرة. وبالمناسبه اللي بعشرة ده احسن مرتين ثلاثة أربعة من اللي بيتباع بعشرين. أنا بقول لك على ضمانتي. يعني اللي قدامك ده اللي بعشرة جنيه في وزارة الزراعة النهاردة، المنافذ بشكل كامل، كل الأنواع، الفاصوليا الخضراء والبتنجان والخيار والطماطم والفلفل الألوان والفلفل الرومي وكله أحسن موجود بره، وأسعاره أقل من بره النص تقريبا، هو النص في كل حاجة تقريبا النص. يعني الطماطم اهو كفايه، انا بتكلم 20 النهارده عندهم ب 10، يبقى انا بتكلم على 50%. بتكلم على الكوسه ب 8 جنيه، البصل ب 10 جنيه، الفلفل ال 3 كيلو ال 3 كيلو فلفل بتتكلم على 8 جنيه والالوان ب 15 جنيه. ال 2 كيلو البطاطس ب 10 جنيه، يعني الكيلو ب 5 جنيه، هو بره بكام؟ ما تسال نفسك، بره هتجيبه ب 10 كيلو البطاطس. والرخيص تجيبه ب 8. طب عندك بخمسة جنيه هنا، يبقى انا عايز الزراعه. ما هو دور وزاره الزراعه، عايز الزراعه ما يعملوش غير ولا حاجه اليومين دول لحد رمضان ما يخلص، الا كل يوم بينزلوا لي كميات، ما يعملوش ولا حاجه غير الموضوع ده. يتفرغ السيد وزير الزراعه مع مسؤول الزراعه على مستوى الجمهوريه خلال على مدار ال 20 يوم اللي باقيين، 18 يوم، ال 17 يوم اللي باقيين لنا، 19 يوم اللي باقيين لحد دلوقتي، 19 يوم اللي باقيين، لو سمحت سيادة الوزير، الاسواق نزلوا الكميات في الاسواق، املوا الاسواق، خلي الناس تشتري، خلي الناس تبطل ما حد يتاجر بيهم ويبيعوا يشتري فيهم. نزلوا يا سيادة الوزير طالما عندكم الامكانيه، نزلوا في كل مكان الكميات اللي قدامنا دي. ادي البطاطس ما عندك موجود بخمسة جنيه اهو بدل 10 جنيه بره، تعالى ادي البصل الثلاثة كيلو ب 10 جنيه، الكوسه الكيلو ب 8، الخيار الكيلو ب 10، الفلفل الكيلو ب 8، الجزر الكيلو ب 5، البصل 3 كيلو بصل ب 10 جنيه. ده ناقص انا انزل اقعد انادي على الناس عشان تروح تاخد الحاجات بتاعت الزراعه. البطاطس 2 كيلو ب 10، الطماطم الكيلو ب 10، الفاصوليا الكيلو ب 10، فلفل الوان كيلو ب 15 جنيه، اللي بره هتلاقيه ب 20 و 25 جنيه الالوان. طيب هنا قد ايه؟ 15 جنيه. فحضرتك شايف الفارق ما بين هنا وزاره الزراعه منافذها والاسواق، وهم عايز عملوا النهارده حمله، يعني نزلوا، وعايز اقول لكم الحاجات اتشالت، ونزلوا تاني بكره والحاجات تتشال، وبعده والحاجات تتشال. ما انا عايز كمان هنا المنافسة اللي زي بقى، ما هو الزراعة مش عايز يكسب، مش هيكسب، مش عايزه يكسب، أنا عايزه يريح الناس. مش مهم تكسب الزراعة، والله ما مهم، هامش بسيط. ما هو كده لما يعمله بعشرة جنيه يبقى هو هنا كسبان ولا خسران؟ إذا بره بعشرين، طب أنا بديهولك بعشرة، تعالى خده بعشرة من عندي زراعة، وأنا بقول لكم تعال روح للزراعة، روح للزراعة اشتري. ما هو ده دوره النهارده ودورهم طول الوقت، اخفض الاسعار ازاي اواجه هذه الازمه. طيب سياده الوزير السيد القصير، اولا كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه طيب احمد بيه. ما احنا نقدر اهو نعمل يا فندم. طبعا مصر تستطيع. نعم، مصر دايما تستطيع احمد بيه والله. الفارق ما بين ال 20 وال 10 النهارده، ما عندكم المقدره يا فندم نقدر نعمل ده، ونقدر عملنا ايه النهارده؟ ايه اللي عملناه؟ خلينا اشرح لحضرتك ايه اللي تم وايه السبب. طب. يعني في الموضوع كله دائما لازم ناخد في الاعتبار ان في حاجه اسمها فتره ما بين العروات. ايوه، لازم الناس تبقى فاهمه فتره ما بين العروات في الزراعه. الحاجه الثانيه دي نمره واحد. احنا ما بين العروه الشتويه والعروه الصيفيه المبكره. العروه الصيفيه المبكره كانت كل سنه نتيجة الظروف المناخية بتيجي بدري شوية، يعني كانت بتيجي في الأسبوع الأولاني من شهر 4 في 15/4. الظروف المناخية اللي كلنا بنعاني منها والعالم كله يتحدث عنها حصل أدى إلى إيه؟ عندنا في شهر 2 و3 درجة البرودة وصلت إلى أقل من 10 درجات في بعض الأوقات، ودرجة الصقيع كانت عالية جدا
وبالتالي الجو الغير مناسب او الغير مواتي ده ادى الى حاجتين. ادى الى انه قلل من خسائر وزود خسائر العروة الشتوية، وبالتالي انتهت العروة الشتوية بدري شوية. كمان العروة الصيفية المبكرة اتأخرت شوية نتيجة ظروف الجو، وبالتالي طالت فترة الفجوة ما بين ما بين العروة الشتوية والعروة الصيفية، ده اللي ادى الى وجود ده نمرة واحد. نمرة اثنين، كمان الزراعات الشتوية العروة الشتوية نتيجة ارتفاع درجة برودة الجو الحادي الزملاء المزارعين اللي بيزرعوا تحت الانفاق اللي هي بيحتاجوا البلاستيك والمشمعات وخلافه نتيجة برضو ارتفاع الاسعار ارتفعت اسعارها، فشيء طبيعي بيأدوا الى تعويض قدر من الخسائر اللي تعرضوا لها فترة طويلة من الزمن. وبالتالي لابد يعني تحرك الاسعار ده نتيجة تغير الظروف والفترات ما بين العروات. على المستهلك بقى انه يلجأ الى بدائل اخرى. احنا عملنا ايه؟ اولا السوق موجود في سوق الجملة مش بالعشرين ولا بخمستاشر ولا بحاجة. موجود في سوق الجملة بعشرة وبتسعة وبحداشر. احنا كل اللي عملناه جبنا من المزارع بتاعتنا وجبنا من سوق الجملة عشان نقلل حلقات التسويق ونبيع بالعشرة جنيه. وبالمناسبة بنكسب بالعشرة برضه. كسبانين. فالمقصود ايه يا احمد بيه؟ انه كلنا نراعي هذا الوطن. موجود الطماطم في سوق الجملة، سوق العبور موجود فيه بتباع بعشرة وبحداشر وبتسعة وبتمانية وكذا موجود. الفرق الكبير ده سببه ايه؟ سببه تعدد حلقات التسويق. طيب سيادة الوزير ليه ما بنعملش كده طالما احنا عملنا النهاردة اهو؟ احنا كزراعة دخلنا في وقت الازمات. لكن في جهات كتيرة ليها ادوار. احنا كزراعة حبينا نوري للسوق ان البضاعة موجودة والاسعار هي موجودة في السوق. سيادة الوزير انا بتكلم النهاردة مش بتكلم على جنيه يا فندم ولا 50، بتكلم على 10 جنيه فارق في الكيلو الواحد يا سيادة الوزير. ده بيفرق مع المواطن. الخمسة جنيه والاتنين جنيه بيفرقوا مع المواطن مش العشرة. موجود وهنستمر. يعني هنستمر. المبادرة ديت مستمرة ان شاء الله. هل احنا المبادرة بتاعتنا مستمرة وفقا لتوجيهات سيادة الرئيس ودولة رئيس الوزراء والمتابعة. كل الجهات بتعمل مبادرات، واعتقد ان حضرتك شفت المبادرات بتاعتنا والمنافس بتاعتنا طبعا سواء الثابته او المتحركه. مش الخضروات بس. الطماطم والبيض والفراخ واللحوم. كل دي حاجات موجوده. اعتقد ان رغم الظروف الغير مواتيه اللي العالم بيمر فيها وارتفاع الاسعار، اعتقد ان الدوله المصريه قادره انها تستطيع، وهو النتيجه على ارض الواقع موجوده. نزلتوا كميات كتير النهارده سياده الوزير؟ احنا نزلنا اكتر من 11 عربيه زي ما حضرتك شايفهم. 11 عربية دول كفوا ايه؟ ده مناطق كتيرة منتشرين في كل مناطق القاهرة والجيزة. وان شاء الله هنستمر تاني. طب المحافظات الاخرى؟ المحافظات الاخرى اعتقد ما بتلمسش هذا الارتفاع لدرجة لان الحلقات التسويق وتعدد عمليات النقل بتبقى قريبة من بعضها يعني. يعني هو التركيز على القاهرة والجيزة بالاكتر. لا وهنقدر كمان لو قدرنا نودي في المحافظات هنودي ان شاء الله برضه. لا ما اكيد المحافظات هتبقى محتاجه، يعني محدش هيلاقي الاسعار ديت. بس بص احمد بيه. دي رساله، ارجو ان متوجه من سيادتك لكل الناس. رساله ان البضاعه موجوده في اسواق الجمله. ان الناس برضو ما تغاليش في حلقات التسويق شويه، ما تغاليش في نسبه الربح زياده عن المعقول شويه. خلي الدنيا تتزن. المواطن يا فندم ما بيروحش سوق الجمله، المواطن عايز الحاجات اللي جنب بيته. انا بقول ما احنا بنحاول نودي له اهو. انا بقول مش انت هتقدر تغطي مصر كلها. كل المنافذ التوزيع وكل الزملاء التجار وتجار القطاع الخاص كله يتبع نفس الاسلوب. احنا بنوري رساله ان البضاعه موجوده، واذا قدرنا نقلل الحلقات ونسبة ربح مقبولة. البضاعة موجودة اهو، احنا ما بنبيعش بخسارة. لا بس سيادة الوزير لما حضرتك تقول لي انا ببيع النهاردة ب10 وكسبان، اللي بيبيع ب20 يبقى ده عامل ايه؟ بيعمل ايه اللي بيبيع ب20 جنيه ده؟ مش عارف والله. اساله اسال مين يا سيادة الوزير؟ ما هو هقول لك ايه، بس ما هو العينة قدامك يا احمد. العينة قدامك، احنا عايزين كل الناس تراعي ربنا في الشغل. ايوه بشكرك سيادة الوزير السيد القصير وزير الزراعة، كل التحية لحضرتك. النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي ما
مصر عندها مركز عمليات التحكم ومتابعة اللي بيحصل في المحافظات. سيادة الرئيس النهاردة احنا اول مرة بنشوف الكلام ده. المقر اللي حضرتك هتشوفوه سيادة الرئيس بيتكلم مع عدد من السادة المحافظين، والرئيس بالمناسبة النهاردة بيتكلم على الاسواق وبيتكلم على الاسعار من مركز التحكم ده. السادة المحافظين اعتقد بورسعيد، جنوب سيناء تقريبا، يمكن اسماعيلية، السويس، الاقصر، عدد من المحافظات سيادة الرئيس بيتكلم مع السادة المحافظين من هذا المركز. المركز ده لأول مرة نشوفه، وانك بتتابع كل حاجة، وده الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ده المركز اللي قدام حضراتكم. فهنا ده مركز ضخم زي ما احنا بنشوف، مجهز على اعلى مستوى من التكنولوجيا، بتتابع سيادة الرئيس، بيتابع مركز العمليات اهو قدام حضراتكم، تجربة اجراها سيادة الرئيس بنفسه مع السادة المحافظين، بيقول لهم انزلوا يا جماعة على الاسواق، انزلوا شوفوا الحاجات يا جماعة، الازمة اللي موجود فيها العالم النهاردة ممكن الازمة تطول، وبالتالي احنا بنتأثر والناس هتتأثر عندنا. فنشوف كمان، لانه ده كمان جزء من الشغل الدولة، ده غير مركز الاعداد الاستراتيجي، ده غيره، ده مركز اخر، بس ايضا لمتابعة ومتابعة على الارض زي ما بتشوف كده. وهنتابع الرئيس ماذا قال خلال تفقد ومتابعة وتجربة على الهواء زي ما احنا نشوفها مع بعض مع عدد من السادة المحافظين. الرئيس يطمئن على الاسعار، يطمئن سيادة الرئيس قال جملة واضحة، انا ما عنديش مشكلة في السلع، السلع موجودة، قال انا متأكد ان ده السلع كل حاجة موجودة، لكن المشكلة في غلاء الاسعار، في رفع الاسعار، وده دورنا، دور المحافظين والجهات الرقابية. نتابع ماذا قال الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده وهو كمان يتابع من خلال هذا المركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي غرفة عمليات المتابعة لمحافظات الجمهورية، حيث ناقش سيادته السادة محافظي بورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء والأقصر في سير الأعمال. كما أكد سيادته على ضرورة متابعة حركة الأسواق والتأكد من توافر كافة السلع بأسعار مناسبة، مع التأكيد على التواصل المباشر مع المواطنين بما ينعكس على استقرار الأسعار. في الخمس محافظات اللي احنا عرضناهم على السادة في نموذج الاستشهاد معانا دلوقتي، يعني معانا السادة المحافظين في مراكزهم، جنوب سيناء، بورسعيد، السويس، الأقصر. أولا بهنيكم على الشبكة اللي اتعملت ديت، وده دي نقلة حقيقية في قدرتنا على إن احنا يعني كدولة نبقى يعني شايفين كويس الأوضاع على الأرض وأجهزة كل محافظة وحتى مع أجهزة الدولة بالكامل، وده أمر حقيقة يعني يدعونا للفخر. عندنا سادة الإسماعيلية، صباح الخير جنوب سيناء، صباح الخير يا فندم، أهلا وسهلا، كل سنة وأنتم طيبين جميعا. طيب محافظة بورسعيد، أنا بس عايز أطمن على موقف توفر السلع والخضروات عندك في الأسواق دلوقتي. الحمد لله يعني عندنا سيطرة كاملة على الأسواق، السلع موجودة في مصر. لا أنا مش بتكلم هنا بس في الوفرة يا عادل، أنا بتكلم هنا في الأسعار يا عادل. مهم جدا جدا إن احنا نسيطر على، احنا بنقول للناس من حقها انها تكسب، بس انا عايز اقول في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها ده احنا بنتكلم في مكسب معقول عشان ما يبقاش ده عبء على المواطنين في ظل الظروف الصعبه اللي احنا موجودين فيها. ده امر مهم، وامر مهم ان احنا كمحافظه او كمحافظات او كحكومه ان احنا نبقى موجودين دلوقتي بكثافه عاليه جدا في الشوارع وفي الاسواق حتى نطمئن ان الامور ماشيه بشكل مش هقول مناسب في ظل الظروف اللي احنا فيها. احنا مش عارفين الموضوع ده والازمه اللي موجوده بره ديت هتستمر قد ايه؟ بقول الكلام ده للساده المحافظين
في الاسماعيليه وفي السويس والاقصر وفي كل حته. لكن انا بقول ده بظروفها دلوقتي مع الاتصال اللي احنا عملناه بالتجربه اللي احنا بنشوف ان احنا نقدر كدوله نستطيع ان احنا نتواصل مع بعضنا البعض في المراكز اللي احنا انشاناها للدوله بالكامل في المحافظات بالكامل عشان التواصل المستمر، مش كده؟ لكن انا اللي يهمني في المرحله اللي احنا موجودين فيها دي دلوقتي ان احنا نبذل جهد اكبر من كده للسيطره على الاسعار في الاسواق. احنا موجودين عشان خاطر الناس. ماشي يا عادل؟ طيب اسمع لي. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. اسمع لي يا فندم، انشانا المركز إدارة الأزمات في المحافظة وكذلك المركز الإقليمي لإقليم القناة وسيناء، وجهزنا الأطقم العاملة والأطقم الحالية شغالة على مدار الساعة، نفذنا 5 تجارب، 3 تجارب داخلية داخل المحافظة وتجربتين على المستوى الإقليمي. طب أنا هقول لكم برضو، قلتوا المحافظ بورسعيد، إحنا محتاجين دلوقتي نبقى متواجدين على الأرض بنسب كبيرة قوي، يعني إحنا كمسؤولين وماشي مشكله ان احنا المواطنين توجه لنا يعني هنسمع من مين غير منهم او هم هيقولوا لمين غير لينا، وبالتالي نبقى احنا نبضهم في الشارع وشايفين الدنيا عامله ازاي. واذا كان في جهد اكتر من كده في التواجد، انا بتكلم التواجد في الشارع والتواجد عشان ضبط الاسعار، لان انا شايف ان دي القضيه اللي احنا محتاجين نضغط فيها دلوقتي. أنا بقول الكلام ده لكل السادة المحافظين اللي بيسمعوني، وده ما يتمش إن أنا أبقى أنا متواجد بالفعل موجود في الميادين وفي الأسواق الرئيسية وأشوف الأسعار بكام؟ والأسعار دي مناسبة ولا مش مناسبة؟ عشان إحنا كدولة نتحرك، إذا كنا محتاجين نعمل تعزيز يعني للمنتجات اللي موجودة ديت، لأن هو طول ما في وفرة طول ما في فرصة ان الاسعار تبقى مظبوط. والعكس انا مطمن على ان في تواجد للسلع، مفيش كلام، سواء كانت سلع اساسيه او غير اساسيه. لكن انا مش بتكلم في السلع الاساسيه او في توفرها من عدمه، انا بتكلم في تكلفه السلع دلوقتي. عايز اقول لكم على حاجه ليكم كلكم دلوقتي، زي ما قلت كده المحافظ بورسعيد، يا جماعه الازمه اللي موجوده ديت قد تطول شويه، ومعنى كده ان اثرها هتبقى موجودة معانا، فاحنا لازم نكون من دلوقتي شايفين ده وبنتعامل معاه، مش على قد اللي هو انك توفر دلوقتي او حتى تظبط الاسعار دلوقتي، لا، احنا عايزين يبقى النهارده عندنا تصور ان احنا تتوفر دلوقتي والشهور القادمة وضبط الاسعار دلوقتي والشهور القادمة، عشان ده عبء دلوقتي على الناس، ده عبء على الناس كتير، خلي بالكم. لكن لما المواطن بيلاقيني النهارده دم منه في الشارع بيقول لك ما هو شايفني، ما هو حاسس بيا. انا بقول الكلام ده لكل الناس. انا مره ثانيه بقول كل سنه وانتم طيبين جميعا، وسعيد ان انا بكلمكم، وبقول ثاني نبذل مزيد من الجهد مع مواطنين. حد عايز يقول لي اي حاجه؟ متشكرين وكل سنه وانتم طيبين جميعا. شكرا جزيلا. وانتم بصحه وسلامه. في 28 يناير، احنا بنرجع للتاريخ ده كتير قوي حضراتكم ملاحظين كده، عشان مسلسل الاختيار الجزء الثالث بيذكر لنا حاجات لازم نشرحها. ف 28 يناير اليوم الاسود 2011 لما تم تدمير مؤسسات البلد في العريش، كان في مكتب سجل مدني في العريش، سجل مدني اللي بيطلع البطاقات الرقم القومي، في المكان اللي هناك اتاخد، مكان اللي في مكتب العريش اتاخد وراح غزة، ضربوا بطاقات مزورة، بطاقات مصرية مزورة، ما عندهم المكان. والكلام ده على فكرة اتغير، المكان ده اتغير وحاجات اتغيرت وحاجات يعني مختلفة اتعمل بعد كده، ولكن حصل اتعمل بطاقات مصرية مزورة بأسماء
لناس من غزة من حماس من وقت الإخوان خلاص بيرتبوا ويظبطوا الدنيا، عايزين ندي أرض سينا للناس دي. انت معاك بطاقة مصرية، فلك حق تروح في سينا تاخد أرض وتاخد بيت وتشتري تتملك حاجات كتيرة في سيناء. ده كان مخطط مين؟ مخطط جماعة الإخوان الإرهابية اللي هو سينا أبدر، الآلاف اللي عملوا لهم بطاقات مصرية مزورة بالمكان اللي خدوه من العريش، ياخدوا أراضينا في سيناء اللي انت حاربت ودم شهدائنا ودفعت الثمن، يجوا هم ايه ياخدوا الموضوع بالسهل كما ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده في المسلسل. طيب الحكايه تبقى ايه؟ ما انت خلاص، وبدا مرسي يبعت اسماء مئات والاف عشان ياخدوا الجنسيه المصريه ويتم رفض طلبات مرسي. جنسيه مصريه ايه؟ ادوهم جنسية، قال لك لا دول ما ينفعوش ياخدوا جنسية. ليه؟ قال لك لا تنطبق عليهم الشروط. وشفنا الضابط زكريا الأمن الوطني بيتكلم مع القائد بتاعه أو مع رئيسه وقال له، قال له الرئاسة بعتت، قال له ما تبعت الرئاسة. قال له يعني أقول لهم إيه؟ اسم الضابط، قال له قول لهم أه اللي عمل اللي رفض الطلبات دي الضابط زكريا هو اللي رفض الناس ديت، قول له اسمي. كانوا عايزين الجنسية وبطاقات مصرية مزورة عشان يدوهم سينا. ماذا فعل الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 23 ديسمبر 2012؟ اللقطة دي اعمل اجتماع وعمل الاجتماع، وكان ايه الاجتماع؟ المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرار بمنع تملك الأراضي أو تأجير العقارات أو غيره في سيناء إلا للمصريين من أب وأم وجدود مصريين. وكان القرار ده هو الذي قطع الطريق على جماعة الإخوان الإرهابية إنها تبيع سيناء وتدي سيناء لغير المصريين. وعايز أقول لحضراتكم وقتها، وأنا كنت وقتها في قناة التحرير قبل أن آتي لهنا، اتكلمنا على ده واتكلمنا على الأيام دي يعني أكنها بالظبط دلوقتي شايفها دلوقتي، واحنا بنتكلم على يومها واشهدنا بالقرار ده وقلنا حمل بلد ازاي. ده في 2013، ده في اليوم ده تحديدا في 23 ديسمبر 12، وحمى ازاي وحمى مصر وارض مصر انها تتباع لغير المصريين، وقطع الطريق على جماعة الاخوان الارهابية. النهاردة كان في تسريب، النهاردة محمد مرسي بيتكلم على استاذ محمد رجب وقال لك احنا كنا لما نشوف اي حد بنحذره، وقال انا لما لقيت دعواته ورصدنا معلومات انه بيجمع ناس كلمته وقلت له انت بتجمع ناس. طب نسمع طيب محمد مرسي قال ايه. استاذ محمد رجب اولا كل سنه وحضرتك طيب. يا احمد بيه ازيك وازي صحتك؟ ازاي حضرتك الاول؟ الله يخليك، مزيد من التوفيق يا رب. ماذا عن كلام محمد مرسي؟ يعني الكلام ده من اللي اتحط تحت عنوان يعني قلة أدب. أولا لم يكن محمد مرسي أو غيره يستطيع أن يتحدث إلى الأمين العام للحزب الوطني على مستوى الوطن بهذه اللهجة على الإطلاق، ولا يسمح له بأن يستمر. يعني الحقيقة أن الراجل ده كلمني فعلا أثناء الثورة، ولقيته بيتكلم الأول وهو كده مضطرب وبيقول لي يعني انتوا بتجمعوا الشباب علشان يقف ضد الناس اللي واقفين في ميدان التحرير. قلت له المعلومات اللي عندك يا دكتور محمد خاطئه جمله وتفصيلا. احنا التعليمات الواضحه لكل مواقع الحزب في كل مكان هي ان كل قيادات واعضاء الحزب تبقى في مقراتهم، وانه لا يجوز للشباب الحزب الوطني اللي يخرج علشان يتنافس مع الشباب اللي موجود في الميدان، لاننا هنحول المساله الى حرب اهليه. نعم. ولا يجوز للشباب المصري انه يتنافس ضد بعضه في اي واقعه، احنا نتنافس مع بعض ضد اعداء الوطن. رده ايه مرسي؟ لكن ليس افندم رده ايه؟
قال لي لا المعلومات اللي عندي غير كده. قلت له يا دكتور محمد زكاه المعلومات اللي عندك غير كده بتكلمني ليه؟ يعني ايه اللي بيخليك تكلمني؟ يا دكتور محمد انت تعرف ان اللي انا بقوله لك ده هو الصحيح، وان احنا لما نحب نطلع مش هنطلع 3000، احنا حزب كان فيه 3 مليون، واخد بالك انت؟ ان اردنا، لكن اللي يعمل كده يبقى ما حطش مصلحه الوطن العليا هي الاساس. نعم. ليه؟ لان احنا لما نطلع لو لكن حكاية لو يا محمد بيه، حكاية انه هجيب لكم 30,000 وكلكم هتروحوا في داهية في 60 داهية. ما انا بقول لك هذه لهجة لا تقال بالحديث ما بين قيادات سياسية. بس ما هو قالها في ذلك الوقت، يعني قالها طبقا للفيديو، والفيديو ده صوت وصورة طبعا. طبعا 100%. طبعا فالواقعة صحيحة. وقعت انه كلمني صحيحه. صحيحه. وقعت المضمون بتاع الكلام لا جمله بس في تهديد، مش كده؟ في تهديد طبعا. حصل طبعا تهديد. بس هو ما كانش يقدر يقوله. اصل التهديد ده هو اللي قاله في التلفزيون ده. لكن هل انت تتوقع وانت تعرفني جيدا؟ نعم. وانا اعرفك طبعا. نعم. واسعد بيك. تشرف. ان ممكن هو ينطق بحرف واحد. طب هقول لك على واقعه. وانا ارجو ان ما اكونش طولت عليه. اتفضل. انا عرفت هذا الرجل واخد بالك انت في واقعة. كنت رايح في يوم الى لبنان في قناة بين القنوات لنتحدث عن الوضع السياسي في العالم العربي. وفي الطائرة اكتشفت ان لاعب جنبي محمد مرسي. انا لم اكن اعرفه. جيت الحق يعني. فهو قال لي انت الدكتور محمد رجب؟ قلت له ايوه يا فندم. قال لي انا محمد مرسي. قلت له اهلا وسهلا، ايه انت في ايه؟ قال لي لا انا رايح. قلت له لا ده احنا رايحين المشوار هو واحد بقى. اتاريه هم جايبينه في مواجهه ضدي. واخد بالك انت؟ رحنا عملنا الحوار. ويعني كنت اود ان يكون الشريط عندي عشان ابعته لك. نعم. لكن اذا عثرت عليه هبعته. كان لقاء حافلا بصقرير الذين كانوا موجودين هناك. خلاص. المهم كان المفروض هنقعد 3-4 ايام. الليله كنا في رمضان وكان زي الايام دي. فانا قلت لهم يا جماعه انا مسافر الصبح. طالما ما عنديش حاجه هسافر الصبح. هقعد اعمل ايه؟ قالوا يا اخي قلت لهم لا استنى هسرح في بلدي. خلاص. فقلت ادبيا باعتبار ان احنا اللي اتكلمنا مع بعض في الحوار اكلمه. يا دكتور محمد انا همشي الصبح. لان هو كان جاي عن طريق مجلس الشعب. فقال لي ليه ما هم حاجزين لنا اسبوع. قلت له طب اقعد اعمل ايه في الاسبوع هنا؟ اقعد اعمل انا في ايه؟ وانا بصراحه عندي شغل. قال لي خلاص سافر انت. قلت له ماشي. جينا على الصبح كده لقيته بيكلمني. قال لي والله انا ايه انا لقيت كلامك صح هسافر معاك. قلت له سافر. سافرنا ونزلنا ووصلنا مطار القاهره. انا بحكم ان انا زعيم الاغلبيه التقاليد بتقتضي انهم يجيبوا عربيه تستقبلنا عند المطار على الطياره. نعم. هو بيركب الاتوبيس. واخد بالك انت؟ فانا قلت تأدبا خدته يعني مع حضرتك جاي مع بعض ما تيجي معايا في العربية. قال لي مش عارف ايه وانا مش مخصص ليه. قلت له يا سيدي مخصص العربية تبقى سنين. خلاص. المهم ايه خدته معايا ودخلته قار السنة كبار الزوار. وجبت الناس خلصوا له ورقه كله. ولم يحدثني بعدها مرة واحدة الا في الواقعة التي يتحدث عنها الان. هل يستطيع دي اخلاقيات الاخوان يا دكتور يا احمد دي او يجرؤ ان هو يقول كده؟ واخد بالك انت؟ لكن احنا كنا يعني عايزين بس زي ما قلنا كده بنوثق، واحنا دايما نحب التوثيق. وبالتالي كل التحيه. انا بحييك على البرنامج الهايل ده. شكرا. اللي على الاقل يعني طبعا هو موضوع الحلقات بتاعت الاختيار تاج بالنسبه للاعلام المصري، واخد بالك انت؟ لكن انا عايز اقول لك ان اللي انت بتعمله ده شيء غير مسبوق ومهم جدا. بشكرك دكتور محمد والله اتشرفت. والله. وانا بشكر حضرتك دكتور محمد رجب كل التحيه لحضرتك. وشفنا النهارده زي ما كانوا زمان نتكلم على الفرق 95 يقول لك هي فين 95؟ ده انتوا بتقولوا اي كلام. نقول اي كلام؟ المرشد نفسه واحمد عبد العاطي النهارده بيتكلموا على الفرق 95 بتاعت الارهابي اسامه ياسين ودورها ايه؟ وانا متذكر كويس قوي لما مسك اسامه ياسين وزاره الشباب، قلت والله وقتها قلت مراكز الشباب دي هتبقى اماكن تدريب الميليشيات في وقتها مش النهارده. النهارده المسلسل بيتكلم على المراكز الشباب والتدريبات والميليشيات. قلت هذا الكلام منذ عام 2013.
عندما تولى الإرهابي أسامة ياسين وزارة الشباب، قلت هيعمل إيه من وزارة الشباب؟ دور واحد اتنين أربعة. مش عايز أقول لحضراتكم، الإرهابي ده اللي كان في التحرير، والإرهابيين اللي كانوا على العمارات، واللواء حسن الرويني وقتها كان قائد المنطقة المركزية، قال لهم يا بلتاجي نزل الناس دي من فوق وإلا، بيشاور له عليهم. دول كانوا الفرقة 95 اللي كان بيتكلم عليها الإرهابي أسامة ياسين، واتعرض النهاردة في مسلسل الاختيار. دول اللي كانوا بيقتلوا في الناس. مين؟ أيوة الفرقة اللي عملها الإرهابي ده، اللي دربهم في مراكز الشباب وعمل منهم فرقة وحول مراكز الشباب إلى مراكز لتدريب الميليشيات الإرهابية. كانت أيام سوداء، أيام سوداء. فاصل أخير. أشكر حضراتكم شكرا جزيلا، أشوفكم بكرة إن شاء الله. صباح على ألف خير.